بسم الله. دلوقتي انا خلاص شغل اهو في الدور الاولاني، بينما لما تيجي في الدور التاني هتلاقي لسه مبدأناش في الشغل. ممكن اعدي 100 دور، فهل كل دور هبدأ اعمل كل الشغل اللي عملته في الدور الاولاني، ولا في طريقة كويسة؟ هي احسن طريقة ان انا بعلم على العناصر اللي انا عايزها، مش لازم كل العناصر، لو انا عايز بعض العناصر ممكن اعلم عليهم. تمام، واقول له كنترول سي، كده انا خدت كوبي. الناس بقول له بيست، بروح موديفاي، مش هاجي على بيست، هاجي على بيست ايليجنت. تمام، واختار سيلكت فيو. تمام، وابدا اعلم على الفيو اللي انا عايز يظهر فيه. ممكن اعلم على 20 فيو، 25 فيو زي ما انا عايز. دلوقتي اتعلم على 2 ميكانيكال، الدور التاني ميكانيكال. اوكي خلاص، هو كده كل عصر في الدور الاولاني للدور دوت. ممكن يكون عندي 100 دور، اقول له رينو فيهم كلهم، ولو في اي تعديل بسيط اروح اعمله تعديل. باجي في الدور التاني الاقي كل الحاجات ظهرت لي وبتشغلها معايا عمرو.